ما عندناش الضو، ما عندناش الماء، انت تشوف غير هادشي غير بحال الحشاك، ما عندناش الطريقه حنا تنموتو غير بهذا، منعونا نديرو الضاله، منعونا نزيدو البني، احنا كنا غير في تماره غير في البراك فاش ساكنين، لا احنا غير في البراك، كنتو ما تشوفو حالتنا ها، لا ها الماء تنسيوه غير بالحمير حشاك، هاد الديور بغاو يطيحو، ما عندنا حتى حاجه، لا ما عندنا حتى حاجه، الدوره ولادنا كاع ما تيقراو، راه شي خارج شي ما عندهم باش غادي يدويو كاع، ما تيحفظو ما تيديرو والو، واخا شتي هاد البولات هادو، هادشي غير ديال برا. كنعانيو واد الحار ما عندناش الطريق ما كايناش، الماء شي عندو شي ما عندوش، حنا عندنا الماء ما عندناش الضو. ثانويات بخرار ما سميتهاش ثانويات محمد الخامس، انت الا كتشوف ها هو ها هو بخرار بدا يزحلنا، احنا كنقراو هنايا في هذه المؤسسه الزوينه تبارك الله، المؤسسه دايره بحال ضربها جدام، هذوك المواد الكيميائيه وداك الشيء باش كنديروا التجارب ما كاين حتى شي حاجه، غندخلوا الروبينيات خاسرين، التواليطات خاسرين، الطريق اللي كدوز تما الطريق اللي باغيين يديروها فوقاش داروها حتى بغاو يدوزوا مشروع تما. حنا عندنا هذه المشكله، هذا الواد الحر دايز من جهه المؤسسه ديالنا، وحتى ملي كنكونوا في الاقسام كتدخل عندنا الريحه وما كنعرفوش نركزوا بزاف. تتعاني من الطريق، الطريق اولا ما تدخل لا حتى لومبيلونس ما تدخلش، ما تدخلش حتى كما تنقولوا البيتي طاكسي، الا جا شي واحد بالليل ولا كان شي ارجونس ولا حتى شي واحد، عندنا مشكل ديال الغبابر في الصيف، يعني هي دوز طوموبيل ولا غير الريح ولا شي حاجه، كل الديور كلها تتشبع غبابر، الاوحال عاوتاني بالشتاء، يعني حاله لا يرثى لها في هذه الحي هذا، حاله تنتمناو الاناره بعدا ناقصه، الماء ناقص في الضغط ديالو اللي يشوفو ما تيشعلوش. طلبنا من السيد الرئيس انه يتكلفنا بتزفيت وتبليط هذا الحي، ديجا كنا صيفطنا له شكايه، ها هي دي عندنا هنايا في 2016، 3 نوفمبر 2016 راه مسجله عندهم، وصيفطنا للسيد العام الاقليمي فران، مازال ما شفنا والو من هذا الشيء اللي قالنا السيد الرئيس، وكنتمناو انه يلبي لنا الطلب ديالنا. المشكل هو اننا عندنا حنايا عندنا الغبره، عندنا الحفر ديال الطريق كما كتشوفوا. الثانويه ديال محمد الخامس كاين واحد المشكل كبير تما ديال الواد الحار اللي كيدوز قدام الثانويه، فعلا هذاك مشكل كبير، وهذا المشكل تعاقبت عليه واحد المجموعه ديال المجالس اللي دازت في مدينه ازرو، وفعلا يتطلب ميزانيه كبيره، لكن بالدفاع ديالنا وبالاصرار ديالنا مع الجهات الشركه الداعمه استطعنا باش نشوفوا مع الجهه، وخصت واحد المبلغ حسب علمي الان، خصت واحد المبلغ ديال 200 مليون 200 مليون سنتين باش يتصوب هذيك الطريق كامله، بالاضافه الى بعض المقاولين الخواص اللي غادي يدير واحد المشروع كبير جنب هذه الطريق هذه، اللي في الكونتر بارت ولا في المقابل ديالهم انهم غيصوبوا داك المزرعه كله وغادي يتغطى كامل، غادي يكون يعني في احسن الظروف كما كنتوقعوه جميعا. بالنسبه للحي ديال طبادليط، فعلا كاينه واحد الطريق اللي كتربط هذا الحي بالمدينه ديال ازرو، وبالمناسبه هذا الحي هو يعني ورثناه على الجماعه ديال تيكريكرا، وصبح داخل في المدار الحضري ديال مدينه ازرو، وهذا الطريق فعلا طريق رئيسيه واساسيه، من خلالها كيدخلوا السكان وكتدخل لهم جميع الامور من هذا الطريق، ومنذ تولينا المسؤوليه وحنا نحن في دائما يعني نعمل جادين على ان الطريق نصوبه.